ومعنا من بكين دكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسان. مرحبا بك معنا دكتور شاهر في هذه الساعة. إذا بسبب أزمة المناطيد، سيول ستعلق على ما يبدو بالكامل الاتفاق العسكري بين الكوريتين، ما الذي تقرأه في التفاصيل؟ طبعا أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أزمة المناطيد هي الأزمة الظاهرية، لكن ما يجري بين البلدين هو أكبر من ذلك. ربما البداية التي يجب أن نشير إليها أن البلدين هم يعيشان في حالة ليست حالة سلام، بمعنى أنه عندما انتهت الحرب الكورية لم يكن هناك اتفاق سلام بين البلدين، إنما هو نوع من الهدنة أو تجميد للصراع، وبالتالي المشاكل بين البلدين لا زالت مستمرة. ما تقوم به كوريا الشمالية من وجهة نظري هو رد فعل وليس فعل كما يحاول الإعلام تصويره، رد فعل على ما تقوم به كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية هي من أرسل أولا ربما المناطيد المحملة بالمنشورات التحريضية إلى كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية هي من يتدخل عبر الإذاعات والبث لتحريض السكان في كوريا الشمالية، وأيضا هي من يتدخل دائما في باقي الأمور التي تخص كوريا الشمالية. أيضا كوريا الجنوبية بتقاربها مع الولايات المتحدة واليابان بكل تأكيد هي تزيد من قلق جارتها الشمالية. الموضوع الآخر زيادة عدد القوات الأمريكية. القوات الأمريكية هي متواجدة في كوريا الجنوبية ومتواجدة في اليابان. في اليابان حوالي 50,000 عسكري أمريكي، وفي كوريا الجنوبية 25,000، وبعض التقارير تقول أنه وصل إلى 40,000. أيضا سعي كوريا الجنوبية إلى الحصول على مظلة نووية أو استعادة المظلة النووية الأمريكية. نحن نعرف أنها كانت هي ضمن المظلة النووية الأمريكية، لكنها اليوم تسعى إلى زيادة المخاوف أو تكبير المخاطر التي تتعرض لها من كوريا الشمالية، أملا في الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في امتلاكها للقنبلة النووية، لكن الولايات المتحدة لا زالت تقول أن هذا غير ممكن. أيضا موضوع آخر هو استمرار العقوبات على كوريا الشمالية. هذه العقوبات فرضت على كوريا الشمالية وترفض الولايات المتحدة مراجعة هذه العقوبات، وبالتالي هناك مجموعة من الأسباب. أيضا ربما حلفاء كوريا الشمالية الذين هم الصين وروسيا هم في علاقة اليوم متوترة مع الولايات المتحدة. من هذه الزاوية يمكن أن نقرأ المشهد، وما يجري اليوم ليس سوى أحداث يومية. أعتقد يجب أن نقرأ الموضوع في الاستراتيجيات الكبرى بين البلدين. وتقديراتك لما يمكن أن تصل إليه الأمور فيما يخص هذا التصعيد دكتور شاهر؟ أعتقد أن هناك رغبة على ما يبدو لدى كوريا الجنوبية بتقاربها مع الولايات المتحدة بالحديث عن قمم ومناورات مستمرة. نحن رأينا قمة عقد في كامب ديفيد، رأينا قمة أيضا سوف تعقد بعد أيام في ربما في الولايات المتحدة. التنسيق بين كوريا الشمالية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة هذا ينبئ عن استعداد ربما كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لاستفزاز جارتها الشمالية. أيضا استعداد اليابان، الوضع الذي يجري في اليابان وتغيير عقيدتها الدفاعية والحديث عن ناتو آسيوي وتوسيع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، إن كان تحالف أوكس أو كواد أو سعي كوريا الجنوبية واليابان إلى فرض عقوبات على روسيا، هو كله مشهد متكامل ينذر بتصعيد الأحداث التي سوف تجري في المنطقة. والمنطقة تشهد طبعا سباق تسلح تقليدي، وأعتقد أننا ذاهبون ربما إلى سباق تسلح نووي في هذه المنطقة. أشكرك جزيلا، كنت معنا من بكين دكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسان.